السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أدنس جميلة ممكن تضيفها للمتصفح بتاعك اسمها شات جي بي تي فور جوجل. دي بتعمل ايه؟ دي طول ما هي شغالة، اول ما بتعمل سيرش في جوجل على اي كلمة انت عايزها، مثلا كيف اتعلم البرمجة، بيجيب لك السيرش بتاع جوجل عادي، بالاضافة ان هو بيجاوب لك على السؤال ده من خلال الشات جي بي تي. يعني مش لازم افتح شات جي بي تي وافتح جوجل، لا، ممكن بالطريقة دي اوفر على نفس الوقت ويبدأ يجيب لي الاجابة.